اوكي، سكاتر بلوت، الدرس الرابع في الداتا فيجواليزيشن. ايش يعني سكاتر؟ بعثر. نعم تمام. فعليا بتروح تعمل لي يعني انه رسمه البيانات مبعثره او موزعه على التشارت تبعي. ايش السيناريو تبعي هاي المره؟ هاي المره حنشتغل مع سينتاكتيك داتا سيت. ايش يعني سينتاكتيك داتا سيت؟ يعني تم توليفها بشكل ارتفيشال، يعني مش داتا سيت حقيقيه. في اي مجال؟ في الانشورنس تشارجز. تمام. واحنا بدنا نعمل اندرستاند للكاستمر اللي مطلوب منه، المفروض منهم انهم يدفعوا اكثر من الكاستمرز الثانيه. تمام. يبقى هاي الداتا سيت المسار تبعها بروح بقراها، نستكشف الداتا سيت. هاي الهيد. ايش انا عندي؟ اول عمود الاندكس، ثاني عمود العمر، ثالث عمود انه في ميل ولا في ميل 6، رابع عمود او ثالث رابع عمود البي ام اي. عارفين البي ام اي؟ بودي ماس اندكس، اللي هو عباره عن نسبه الطول، نسبه الوزن بالنسبه للطول. تمام. هنا اذا عنده اطفال او لا، او عدد الاطفال يعني، هنا اذا بدخن او لا، وهنا المنطقه، وهنا قديش المفروض انه هو يدفع للتامين. تمام. في علاقه بين الشغلات هذول ولا لا؟ ايش؟ ليش اللي عنده اطفال اكثر المفروض يدفع اكثر ولا اقل؟ ليش؟ كيف؟ هو بيأمن على نفسه، مش بيأمنش على العيلة. بس يعني مع ذلك ممكن يبين مع الرسمة، أكيد ممكن جاوب على هذا السؤال. هاي أول assumption، أول assumption في علاقة بين الأطفال و بالتشارجز، إنه اللي عنده أطفال أكثر بده يدفع أكثر. في التأمين أكثر بالضبط، هو هذا تأمين على الحياة. اللي بدخن معناته إنه هو معرض للإصابة للأمراض أكثر، معنى ذلك إنه قصة التأمين بالضبط. شو كمان؟ الإيش؟ العمر. كل ما زاد العمر بيكون إنه هو مواد أكثر، يعني مع إنه مش قاعدة صارت هالأيام يعني. ممكن. إيش كمان؟ هاد اللي ساكنين في المنطقة هذه تعون مشاكل، فبالتالي انه احتمال انه يصير في عنده مشكلة، فبالتالي القسط تبعه لازم يكون أكبر. أكيد بالطبع. تمام. اللي عنده بي ام اي أعلى، معنى ذلك انه هو معرض لأمراض القلب والسكري والمش عارف ايش، اللهم عافينا جميعا، فبالتالي انه ممكن انه هو ففي انا عندي assumptions كثيرة. هذا الكلام وين حيبين؟ مع البلوت بالضبط. بدنا نشوف كيف راح نقدر انه احنا نفسر هذا الكلام. حكيت هنا في السكاتر بلوت ايش بدي له؟ بدي له اكس وواي. تمام. احنا اول شغله ايش بدينا له؟ البي ام اي والتشارجز. هيو هسه ناس سكاتر بلوت الاكس اللي هو البي ام اي والواي اللي هو التشارجز. ايش بتفهموا من هذه الرسمه؟ كيف بدي افسرها؟ هل كل ما زاد البي ام اي، هل كل ما زاد البي ام اي بتزداد الرسوم؟ هل فعلا في علاقه؟ انا عندي في الفئه هذه من 25 ل 30 انه انا في عندي هنا، في عندي يعني سكتر او تكتل هنا لنقاط، انه كل ما يعني انه في الفئه هذه انه بتزداد، مع ذلك انه في عامل ثاني صح؟
مش عارفينه احنا لسه. تمام. طيب في كتل في توزيع الاشخاص اللي بيدفعوا تأمين. انا في عندي الكتلة هذه، تمام، تدفع تأمين بيتراوح بين 0 لغاية 3000، وفي عندي كتلة تانية وين اللي هو من 3000 لغاية 5000. هايهم، هل هي بناء على الفئة العمرية؟ بقدر أقول اللي عمرهم من 30 ل 40 إنه بيدفعوا أكثر؟ لا، بقدرش أقول. ليش؟ لأنه في تكتل هنا وفي تكتل هنا، يبقى هذا مش عامل، يبقى في عامل تاني مش عارفين إيش هو. تمام؟ هجيت هنا باقي النقاط، هذه عبارة عن سكتر، يعني نقاط إنه يعني مش عشوائية، شاذة يعني نوعا ما. تمام؟ طيب هجيت الأسامبشن اللي بدنا نعمله وبده يبين معنا بالريجي بلوت انه كل ما زاد البي ام اي بروح بتزيد التشارجز. هذا كلام بس يعني بعمله باللينير ريجريشن، بروح برسم لي حاجه اسمها لاين بلوت او ريجريشن بلوت. تمام، هو لحاله بروح بيطلعه، فبالتالي انه بناء على السكاتر هذا بروح انه زي هيك، انه ما دام انا عندي طالع شويه، معنى ذلك انه كل ما زادت البي ام اي بيكون في زياده طفيفه جدا في التشارجز، لكن ما فيش علاقه قويه جدا. لكن لو كان يبقى اتفقنا انه الريج بلوت قريب من الأفقي، فبالتالي لا توجد علاقة تذكر، طفيفة جدا جدا. طيب شو السبب؟ شو السبب إن في عندي تكتل زي هيك؟ خلينا ندخل عمود ثالث مع هدول، والعمود الثالث إيش بدنا ندخله؟ بالألوان. تمام؟ لازم العمود هذا يكون كاتيجوري، لأنه أنا بقدرش أدي ألوان للأرقام، بتكون للكاتيجوري اللي هي عبارة عن إيش؟ نو سموكر يس ولا نو. هنا بينت. تمام؟ ايش واضح هنا؟ انه في عندي تكتل سموكرز نو، هذا اللون نو، يبقى نون سموكرز وسموكرز. فبالتالي البي ام اي ملهاش دخل كتير، ولكن السموكينج انه انا اللي دخل في التكتل هذا انه زي هيك. تمام؟ طيب المدخنين اللي البدنين ولا بالضبط هيك صار وضحت، صار البي ام اي لها معنى الان. تمام، يبقى المدخنين اللي في عندهم بي ام اي زياده انه، لكن الانحاف يعني بدفعوا اقل. تمام. طيب الان بدنا نروح نرسم لاين بلوت للسموكر يس ونو، كل واحدة منفصلة. هنا ببين فعلا انه هنا هذا خط افقي. تمام، يبقى لما يكون السموكر نو معنى ذلك انه خط افقي ملوش اي تأثير خالص. تمام، لكن هذا شايف انه هنا في زيادة بشكل كبير، معنى ذلك انه في علاقة خطية تزايدية. تمام، بين ايش وايش؟ للمدخنين بالضبط. يبقى في علاقة خطية انه كل ما زادت البي ام اي للمدخنين، هنا بتفرق، كل ما زادت البي ام اي للمدخنين بتزيد التشارجز. طيب هذا الكلام كله، يبقى احنا ايش اللي اخذنا؟ خلينا انه ككود عشان انه ترسخ هذه الامور وعشان تقدروا تحلوا الاكسرسايز. يبقى سكاتر بلوت عادي، بعديها انا عندي الريج بلوت بروح بحاول انه هو يرسم علاقه خطيه بين المتغيرين هذول، والخلاصه انه اذا كانت افقيه يبقى ما فيش اي علاقه او تاثير خالص، اذا كانت انه تزايديه بتكون انه بميل كبير. تمام، بعديها ممكن انا اخذ او اعمل سكاتر بلوت. تمام، وهنا في باراميتر ثاني اسمه هيو. الهيو اللي هو عباره عن تلوين لاتريبيوت ثالث اللي هو عبارة عن
السموكر. تمام؟ يبقى ايش بدي له باراميتر اكس وواي والهيو. هذه بتكون بار بلوت مش سكاتر بلوت، لانه هذه عباره عن كاتيجوري. يعني زي ما شفنا احنا يعني لما اخترنا لشركه طيران واحده وشفنا انه ايش اعلى واحده فيهم، تمام؟ فبناء على الاشهر، لو اعتبرنا الاشهر انه هي عباره عن فئات، فبالتالي انه وضحت انه البار الاعلى بتكون زي هيك. الان لو بدك انه سموكر يس او نو والتشارجز، بنشوف انه قديش لا مش بار بلوت. كمان مرة؟ لا، هو سؤالها هل انا بقدر يعني ارسم بين التشارجز والسموكر مباشره؟ ممكن، بس مش سكتر بلوت بهي الطريقه، بتكون عباره عن سوارم بلوت. هي زي هيك، يعني انت سبقت هذا انه سوارم بلوت مش سكتر بلوت عادي، سوارم بلوت. بار بلوت ما بنفعش، يعني لما جيت افكر فيها لا ما بتنفعش. تمام؟ يبقى احنا بنلخص الان ككود، يبقى انا في عندي سكتر بلوت وفي عندي ريج بلوت بحاول يطلع العلاقه الخطيه بين المتغيرين هذول، وفي عندي السكتر بلوت بالاضافه للاكس والواي بدي له الهيو. ما ينفعش ايش؟ لانه انا عندي في الاكس والواي لازم يكون في عندي هنا ارقام، يعني هنا البي ام اي لاحظي 15 20 25 من على البيانات، لكن لو حطيت سموكر بس مجرد يس ونو فحلاقي بس مجرد هو بنفع، يعني ممكن تعمل البلوت بس حتلاقي انه تكتلين، تكتل لليس وتكتل للنو، ببين انه قديش انه التشارجز لكل وحده. تمام؟ هنا عندي الـ LM plot. هنا في هذه الحالة بحاول إنه هو يرسم علاقة خطية لأكثر من متغير، تمام؟ إنه أديته الـ X بتساوي الـ BMI والـ Y بتساوي الـ Charges والـ Hue بتساوي الـ Smoker، إنه علاقة خطية للـ Value تبعت الـ Hue اللي هي الـ Yes والـ No. تمام؟ بهذا الشكل. swarm plot. تمام؟ هذا بستخدمه مع الكاتيجوريكال سكاتر بلوت، يعني انه يعني بالضبط لما تكون كاتيجوريكال، فبالتالي هنا اخترته مع السموكر والتشارجز، ففعلا بيطلع انا عندي تكتلين بهذا الشكل. تمام؟ swarm هي عباره عن يعني المعنى تبعها سرب، ففعليا هو الكاتيجوريز تبعته بيحاول انه هو يشكلها على شكل سرب وبروح برسم لي شكله. فبالتالي انا عندي هنا نو انه انا عندي الاغلب انه شكلهم زي هيك، انه بيخضع انه ضمن المستطيل هذا، ما عدا انا فئه عندي بسيطه جدا بتدفع تشارجز عاليه. هاي تفسير هذا الكلام، هاي تفسير انه هو حط لي النو في سربين. تمام؟ السرب الأساسي إنه هي شكله كمستطيل زي هيك، تمام؟ إنه كلهم بيدفعوا تقريباً نفس الإشي، ممكن يختلف شغلات عوامل تانية مختلفة زي الإيج، زي خانات تانية، تمام؟ فالرينج تبعهم بين مثلاً 500 والألف 1500 مثلاً، ما عدا الفئة هذه اللي هي نادرة بتدفع مثلاً فوق 1500، مع إنهم مش مدخنين، يبقى في عوامل تانية تخليهم إنه هم يدفعوا أكثر. تمام؟
النون سموكرز او عفوا السموكرز اللي هم يس، انا في عندي تكتلين سربين تمام، وفي انا عندي بعض الاشخاص او الاوتلايرز انه بدفعوا يعني بشكل عالي جدا بناء على عوامل ثانيه. تمام، الفئة الأولى تدفع في المتوسط 2000 والفئة الثانية تدفع في يعني في المتوسط 4500، ممكن أحكي عنها زي هيك. تمام، طيب هتلاقوا في الاكسرسايز يعني بروبلم يعني أو دومين إنه هتلاقوا إنه هو انترستينج إنه أنتوا تحلوا الاكسرسايز هذا، فحاولوا إنه تحلوه عشان نرجع نحله مع بعض.